سابق تحقق إلى 80% من رأس مالها أرباح سنويا. ينساب كلها شركات قديمة، البنوك الآن إيش ناقص السوق عندنا؟ كلها محفزات السوق. التحليل الفني يجيب عن هذا السؤال؟ أنا بالنسبة لي كتحليل فني أنا أؤمن بأهداف، لكن أنا بالنسبة لي أنا أقول لك السوق السعودي صاعد، أنا أقول لك صاعد السوق السعودي على التحليل الفني، لكن لابد أن أربطها بأشياء. في ناس لازم تقتنع، لازم تتكلمين بأشياء فنية، أخبار يعني محفزات وأشياء. ما ينقص السوق السعودي بالنسبة من ناحية الأخبار أي شيء، الأخبار كلها الحمد لله، وكذلك الأوضاع وكذلك أرباح الشركات. الشركات واضحة في تراجع في بعض الأرباح في بعض الشركات، لكن مو معناته انها خاسره. مع ذلك متلاحظين الان داخل السوق الرجال سقف الشركات في خاسره. جميل. سأعود لنقطه جدا هامه، وهي ذكرت ان المؤشر في اتجاه صاعد، اذا كيف يمكن للمتداول ان يستفيد من هذا الصعود القادم باذن الله للمؤشر؟ نقطة أخرى أيضا، وهي ما تلفت دائما انتباه المتداول أو بعض الناس راح تذكر، إحنا ما يعنينا الشارت، أنا يعني أو ما يفهم في الشارت، هو يعني من السهم الذي يمكن أن يحقق ارتفاعات سعرية قوية. دي النقاط سنناقشها بإذن الله، ولكن دعنا الآن أستاذ عامر ننوه عن اختتام جلسة اليوم. إذا مشاهدينا الكرام، أغلق المؤشر الآن على